الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكر طبعا كل من رشحني لان انا اكون اتكرم النهارده معاكم، وطبعا مبسوط على موسم كان رائع بالنسبه لي وبالنسبه للنادي الاهلي، وانا طبعا يعني سعيد ان انا موجود معاكم. التكريم ده طبعا بيبقى حاجة كويسة جدا ان انت تكرم وانت مش موجود في المكان، حاجة بتبقى كويسة جدا، حاجة تقدير لتعبك ومجهودك، والحمد لله ربنا كرم وكان موسم مميز للنادي الاهلي. اصعب حاجة في ان انت تيجي تشتغل في مكان وهو ناجح، يعني انت الموسم اللي قبله النادي كان محقق نتائج محترمة جدا وحقق بطولات كتيرة، فكونك ان انت تخش بعد موسم ناجح وتقدر تحافظ على النجاح ده وتزود النجاح ده وان انت يبقى فيه عندك ارقام هتفضل في سجلات النادي الاهلي في سجلات تاريخ النادي الاهلي، دي حاجة انا شايفها بالنسبة لي كانت مميزة جدا. الدور اللي انا كنت بعمله هو دور ان انا كنت بساعد الفريق ان هي تقدر ان هي تحقق احسن نتائج بالنسبه لها، والحمد لله ده حصل. الاهلي وهو بيكرم كافضل نادي في افريقيا، النادي الاهلي وهو بيكرم كافضل رئيس نادي الكابتن محمود الخطيب، مصطفى شوبير احسن حارس، محمد عبد المنعم، علي معلول، مروان امام، حسين الشحات، ارقام مدلولها كبير قوي، انها سنه ما كانتش عاديه للنادي الاهلي. اكيد طبعا الكلام ده كله يعني ما بيجيش من يوم وليله، ده شغل كبير وشغل كبير بيحصل من اول مش فاهم مع الكوره، مجلس اداره مش فاهم مع الكوره، لجنه التخطيط، الادارات التنفيذيه كلها، كل ده بيبقى شغل مش شغل يعني ما بيجيش بالصدفه، مفيش حد الصدفه دي بتيجي مره بتيجي في حدث، انما الارقام دي ما بتتكسرش كده من واحد صحي من النوم خسر، لا ده مجهود كبير بيتعمل. لما توليت المهمه قلت انا بكمل شغل الكابتن سيد عبد الحفيظ بشكره عليه. كابتن محمد رمضان لما تولى المهمه قال لك انا مش ما لحقتش اعمل حاجه، ده شغل الناس اللي قبليه، شغل الكابتن خالد بيبو. ايه السر في اولاد النادي الاهلي كلنا دايما كل فرد بيجي بينسب الفضل للي قبليه؟ اعتقد دي نقطه مهمه جدا يا كابتن خالد. انا زي ما قلت لك احنا الموضوع كله مهم، موضوع مش موضوع ورث ان كل واحد يبقى ده الورث بتاعه فاللي قبلي فاشل واللي بعده هيفشل خالص، احنا كلنا بنشتغل ان المنظومه كلها تنجح، المنظومه كلها تبقى كويسه، سواء انا قاعد سواء ان انا مشيت، هو انا كل اللي يهمني ان المكان كله ينجح، كل المكان يحقق نجاح. فاحنا انا لما جيت استلمت ما استلمتش ارض بور عشان اشتغل واعمل، لا انا اشتغلت استلمت الشغل وكان في واحد بقاله 10 سنين بيبني وبيتعب وبيجتهد وبيموت نفسه عشان المكان ينجح، ونجح بالفعل. وانا لما جيت استلمت المكان ده تعبت واشتغلت وسلمته للكابتن محمد، تعبت برضه واجتهدت، فاحنا كلنا كل واحد فينا بيبذل مجهود على قد فكره على قد تعليمه، وفي الاخر احنا كلنا بنحافظ على ثوابت النادي الاهلي.